كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أهات بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة اخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال مخادئين متذللين خاشئين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد هاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وقلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسقنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من إيثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أمالي وقعدت بي أغلالي
وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفي آلي ولا تفضهني بخفي ما اتلات عليه من سري ولا تعاجلني بالأقوبة على ما أملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رعوفا وألي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا مؤترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمر غير قبولك أدري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل أدري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاكي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي
وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضماهر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساعت إلى أوطان تعبدك طائئة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف اهتمال لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا أبنك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم الأضاب وشدتي أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على أضابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستسرقين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفطراك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمعوا فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضعك تعم أضاء بها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيجا معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكته لولا ما هكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأهد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المؤاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حد من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره
أو خطأ تستره يا ربي. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردان واحدان وحالي في خدمتك سرمدان. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي. قوم على خدمتك جواره واشتد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمي في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تكتى من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء
وسلاحه البقاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوهشين في الظلام يا عالما لا يؤلام صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا كثيرا.